بالخير وسعادة، أحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أتواجد اليوم في شركة جاكوار لاند روفر التي تتم فيها مراسيم تكريم الشخصية الكردية سيرباز برزنجي الذي يكون عمدة لمدينة لامباث في لندن، طبعا بالمشاركة مع القنصلية البريطانية العامة في أربيل. للمزيد ابقوا معنا. It is great to be here today at the Jaguar Land Rover. من العظيم التواجد في صالة العرض لشركة جاكوار لاند روفر، حيث أنها فرصة مثالية لنا لتطوير الأعمال الاستثمارية بين المملكة المتحدة وأقليم كردستان. واليوم لدينا عمدة لامباث المدينة البريطانية الذي زار أقليم كردستان الأسبوع الماضي السيد سيرباز برزنجي. وجوده يقوي العلاقة أكثر بين بريطانيا وهذا الأقليم المميز. اليوم تشرفنا بحضور السيد سيرباز برزنجي، هو محافظ مدينة لامباث في لندن، وأيضا هو كردي بريطاني. طبعا هذا يعزز ويشوف كيفية تقوية العلاقات بين المملكة المتحدة وأقليم كردستان والعراق. وإحنا كجاكوار لاند روفر كأول شركة في العراق اللي بدأت العمل مع مصانع عالمية مثل جاكوار لاند روفر بعد 2003، ودائما نحاول نحفز بأمور التنمية المستدامة بوجود السيارات الهايبريد والكهربائية، نوفرها، وإحنا غايتنا هي خدمة المجتمع العراقي. بخير بن، زور خوشحال بن أمرك ليرة أمادة بن. أهلا بكم. أجريت اليوم في العاصمة أربيل مراسيم مهمة جدا لتقوية العلاقات بين بريطانيا وكردستان في النواحي السياسية والاقتصادية. صحيح تم اختياري لخدمة الشعب في بريطانيا، ولكن من واجبي وواجب أي كردي الافتخار بهويته الكردية.